تمام مفيش هنا مايك، هو في مشاكل صغيره تروح تودي الليك ده لبرة او كده بتاعتي ممكن يسمعوا ايكون ده فرق تمام. بس العمليه بتبقى ببساطه دي ليه بقى؟ محتاج بعض البروتوكولز اللي عايز تسوي يعني في الفورم الثالث في عامل ترانسبورت Gracias.
そう、そのパーソンにそう、そう、あの、せんなおらせんな。ولا كنت حاجه جديده كلهم ناخد مشروع بس مش عارف ايه ولا كل مجانا كل حاجه بس انت بتعمل في الشام عمره خلاص الحركة بتاعتي أو طول الدنيا. لو جيت حبيت أسلوب
Thank you.
بسبب الفريكشن او البريشر دروب في التيوبز دي او اللايزر. البريشر دروب هنا في البريشر لوس في الهيدروليك سيركت اصلا بتبقى مين؟ Thank you.
لو زاد البريشر على السايكل يرجع مكانه. طالما مش حركه البيستون ثابته الفلو عباره عن ايه؟ فوليوم على تايم. Thank you.
الفورس اكتنج على نية معينة. تمام؟ ده هيساوي الفورس على نية. انا فورس وان نية. او الانفجريشن ده راح يتغلب على ايه بالظبط؟ طيب. اول حاجة. عشان نعمل ايه؟ لاين كاستنج لستيم تمبلت. الآية دي أول فورس. إف الوقت. اللي هي خمسة هاند. خمسة. تسعة هاند. دي دي فورس. بس كمان البريشر دوت جزء منه. راح يتغلب على الفريكشن مود. اللي هو السي نفسه. زائد. كمان وزن التيبل نفسه Thank you.
فين؟ فين؟